أمثلة وسليم وهذا، والحمد لله تجوزنا يعني ما فترة خطوبتنا ما طولت، كنت عايش في العراق أنا، سويت له إقامة وطلعت أنا عندي. أول شيء بداية الواحد يتزوج تجي صاحبة وهذا، الحمد لله بعدين تفاهمنا وكل شيء والأمور الحمد لله كويسة يعني. ايه الحمد لله رب العالمين، اي نعمة من رب العالمين. ايه يعني والحمد لله مرتاح في بيتي، يعني حتى طبخات طيبين، اكلات طيبين. زي المصريين يعني. الحمد لله يعني. نسألها لو يعني وفرت لي راحة كاملة يعني، حتى أحسن عاطي بالملعب، الحمد لله ما بتقلق من لا من تعب من لا شيء. الله يسلمك. طبعا لا بالعكس.